أي هذا الشعب الذي وقف شامخا أمام العالم يطالب بحقه، وأرجو أن العالم كله يقف ويقول كلمة حق. سادة الحضور، احذروا المبادرات الإعلامية المغرضة الكاذبة الملونة وتصريحات التلوين والأكاذيب من السياسيين. حينما يقولون أن معبر رفح قد أغلق، أقول لكم لم يغلق حتى ثانية واحدة. معبر رفح مفتوحا، وبكل شهادات العالم أجمع لقد زار معبر رفح الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء أسبانيا وكما كبيرا من أعضاء البرلمانات على مستوى العالم، منها حتى الكونغرس الأمريكي، وزاروا الموقف وشهدوا كيلومترات من السيارات المحملة والشاحنات الكبيرة المحملة بالأغذية والمواد الطبية وبكل ما يستلزم الحياة في غزة، إلا أن إسرائيل تغلق معبرها. ولعلمكم إسرائيل لديها 5 معابر أخرى غير معبر رفح، ولو تريد لفتحت 5 معابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى أهل غزة، إلا أنها تأبى. إن إسرائيل ترفض، إسرائيل تريد بعد أن شنت حملتها وحربها برا وبحرا وجوا على شعب الفلسطيني الأعزل، قالت كلمتها أمام العالم مش هتدخل مساعدات، ولو دخلت مساعدات بتقف عراقيل حتى تصل إلى من يستحقونها بعد أشهر، حتى يموت تموت الأطفال ويموت الكبار ويموت المريض الذي في حاجة إلى دواء، وتغلق المستشفيات وتدمر المستشفيات. كم من المستشفيات بقت في كل غزة وفي كل أراضي المحتلة؟ أقول لكم بمنتهى الصراحة، كونوا عند ضمائر وثقة الناس كإنسان، كإنسان أولا. أخاطبكم بمحو إنسانيتكم أن تكونوا صرحاء مع شعوبكم ومع حكوماتكم ومع أهليكم، والحس بقرار واضح لا بد أن تحل هذه المشكلة. نحن شركاء التنمية، نحن شركاء المستقبل، كما قال الرئيس ساركوزي أن مستقبل الشمال في دول الجنوب.